إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الموضوع الذي اختاره إخوانكم موضوع جلل وعظيم، ألا وهو طلب العلم وميراث النبوة. يكفيه فضلا قول الله تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فميزهم عن غيرهم بأنهم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. وذلك أن الإنسان كلما كان بالله أعلم كان له أخوف سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وليس درجة وإنما درجات. يرفع الله تبارك وتعالى الذين آمنوا والذين أوتوا العلم سبحانه وتعالى. ويكفيهم شرفا وفخرا أن الله قرن شهادتهم بشهادته، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى لهذه النخبة المفضلة عند الله تبارك وتعالى، شك أنها تدفع الإنسان على أن يسلك طريقهم وأن يكون منهم. وقد قال النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا في النهاية يريد الجنة، كلنا نريد الجنة، والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذا الطريق يصل بك إلى الجنة. ذكر هذا عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذي أردت أن أتحدث حوله، لأن هذه القضية قضية كبيرة وعظيمة وفروعها كثيرة، وإذاك أردت أن تكون هذه الكلمة موجهة للحريصين على طلب العلم. وصايا تستطيع أن تقول أو ما شبه ذلك من الأمور. وأول أمر أوصي به نفسي وأوصيكم به هو الإخلاص. وحاول أن تتأمل معي قول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنما نطعمكم لوجه الله، فليكن عملنا خالصا لله سبحانه وتعالى. لا نريد من طلب العلم رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء ولا إشارة ولا رفعة في الدنيا، وإن كانت كل هذه الأشياء ستأتي تباعا دون طلب، ولكن لا تكن لك هما ولا طلبا. وإنما يكون المراد وجه الله تبارك وتعالى، أن نريد وجه الله، أن نريد القرب من الله تبارك وتعالى بهذا الطلب،
نطلب رضاه سبحانه وتعالى. فالإخلاص يريح النفس عندما تريد وجه الله وحده سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، الذي يريد ثناء الناس ومدح ثناء الناس ومدحهم يتعب، لأن إرضاء الناس غاية أتدرك. والله صدق القائل، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لأن أهواءهم مختلفة وميولهم مختلفة ومشاربهم مختلفة، وما يرضي هذا يحزن ذاك، فلا يمكن أن ترضي الناس جميعا أبدا. إذا كان الناس لم يرضوا عن الله ولم يرضوا عن النبي، سيرضون عنك أنت؟ من تكون حتى يرضى عنك الناس كلهم؟ فليكن مرادك رضا الله، فإذا رضي الله عنك جعل لك القبول. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فتحبه الملائكة، ثم يجعل له القبول في الأرض، قبول، يشير الناس إليك بالبنان ويمدحونك ويثنون عليك ويتمنون رؤيتك والجلوس معك وغير ذلك من الأمور كثير، ولكنك لا تطلب ذلك، اطلب رضا الله. ومن أرضى الله ولو بسخط الناس رضي الله عنه، وهذا يكفي، لكن الله بمنه وكرمه يزيدك يقول ويرضي الناس عنه، ويرضي الناس عنه. والعكس بالعكس، وهو أن عدم الإخلاص خطير. وليتك ثم ليتك ما علمت، إذا كان هذا الطلب لغير وجه الله فوالله الذي لا إله إلا هو لو ظل الإنسان على جهله لكان أولى به وأفضل. ولا أظن أن أحدكم يجهل الحديث المشهور، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، أن أول من تسعر فيهم نار جهنم ثلاثة: قارئ القرآن، والمجاهد، والجواد. وقارئ القرآن وهو أشرف العلوم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أشرف العلوم. فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول علمت فيك القرآن. فيقال كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار والعياذ بالله. هذا وهو إيه؟ قارئ القرآن، معلم الخير، لكنه لم يحسن الطريق، قصد رضا الناس ليقال قارئ، فكانت النتيجة محزنة: خذوه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. الأمر الثاني تقوى الله في السر والعلن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في كل شيء ويرزقه من حيث لا يحتسب، من كل شيء، من مال وعلم وذرية وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تصور كم أعطاك الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يؤتيك كفلين من رحمته، يجعل لك نورا تمشي به، وهو نور العلم كما فسره كثير من أهل العلم، نور تمشي به، تسير على بينة من أمرك، من أمرك، ويغفر لك سبحانه وتعالى. فمن اتقى الله تبارك وتعالى يسر الله له أموره وفتح له أبواب العلم، ويستأنس بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن كان ويعلمكم الله ليست ثمرة التقوى هنا، لأنها لم تأتي ساكنة،
ليست جوابا، ولكن لا شك أن المتقي يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت طرق هذا الباب، طرق باب العلم، وهو يسير على من سهله الله له وفتح على قلبه، إنه يسير بل ممتع، فعليك أن تتنبه إلى أمور. أما الأمر الأول فهو أن تعرف هدفك، ماذا تريد؟ لماذا تطلب العلم؟ مرادك إلى أين ستصل؟ قال أهل العلم لابد أن تكون لك 5 أهداف في طلب العلم، أن تكون لك 5 أهداف، وقد تأتي أهداف أخرى، قد تأتي أهداف أخرى ولا شك توجد، لكن الذي يعني ظهر من هذا من كلام أهل العلم أن الأهداف 5. الهدف الأول وهو أهمها رفع الجهل عن نفسك، أن الإنسان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، فلا يكون من القطيع، لا يكون من الهمل، لا يكون من الرعاء، كما قال أهل العلم، بل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالم ومتعلم. وإذاك قيل لعبد الله بن المبارك: ماذا ترى أن يكون العبد؟ قال: أن يكون على علم. قال: فإن لم يكن؟ قل: فكن طالبا للعلم. قال: فإن لم يكن؟ قال: يكون محبا للعلم. قال: فإن لم يكن؟ قال: فحفرة تواريه. خلاص ما في طب، حفرة تواريه، لا عالم ولا طالب علم ولا محبا للعلم، قال: حفرة تواريه. فلا بد أن يكون الهدف واضحا، ألا وهو رفع الجهل عن النفس، أن يرفع الجهل عن نفسه. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يريد أن يكون من الذين يعلمون، لا يريد أن يكون من الذين لا يعلمون، يريد أن يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يريد أن يكون على بصيرة من أمره، يعبد الله على علم. فهذا أول أمر، أن يرفع الجهل عن نفسه. الأمر الثاني أن يعمل بهذا العلم، العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. لابد، طالما أنك علمت لابد أن تعمل بهذا العلم. يقول سفيان الثوري: ما علمت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت بها. وهكذا يقول أحمد، بل لعل هذا مما يثبت حفظ الحديث في نفسك أنك تعمل به فيثبت. فالعلم بالعمل مهم جدا، الإنسان يعمل بهذا العلم الذي علمه. الأمر الثالث أو الهدف الثالث نشر العلم، أن ينشر، أن يعلمه. أخذت أعطي، ابذل هذا العلم، بلغ هذا العلم. ومصداق هذه الثلاثة قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان، العمل، عمل الصالحات، تواصي بالحق وبالصبر. العلم، العمل، التواصي، الأمر به، نشر العلم بين الناس. ولو يعلم الإنسان ما له من الأجر من نشر العلم ولو كان يسيرا لما توقف أحد عاقل عن ذلك أبدا. ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ أجرك وأجر من عمل بهذه السنة
كل خير تنشره بين الناس فيستجيب الناس ويعملون بهذا الخير، تصور كم يترتب لك من الأجر، شيء عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. الآن نحن في عبادتنا، في صلاتنا، صيامنا، تصوروا الآن عدد المسلمين وطاعاتهم التي يؤدونها من صلاة وصيام وزكاة وتوحيد وذكر وغير ذلك من الأمور العظيمة. هل تعلمون كل ذلك يصب في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم؟ سن سنة حسنة لنا، هو الذي علمنا هذا الدين. هل تعلمون أن العشرة المبشرين في الجنة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، هل تعلمون أن هؤلاء خمسة منهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق؟ سعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعثمان، تصوروا أن هؤلاء الخمسة كل خير يعملونه يكون في نصيب أبي بكر الصديق، كل خير يعمله عثمان، كل خير يعمله عبد الرحمن، كل خير يعمله طلحة، الزبير، سعد، يصب في ميزان أبي بكر الصديق. فإذا استشعر الإنسان ما له من الأجر عند الله تبارك وتعالى من خلال تعليمه لهذا العلم ونشره وتبصير الناس، وأنهم يعبدون الله على بصيرة، وأنهم يصلون الصلاة التي يحبها الله ويرضاها، ويحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون الفرائض على السنة وغير ذلك من الأمور، كل هذا لك فيه أجر، مشاركة، تشاركهم في أعمالهم هذه كلها، فضل الله عظيم سبحانه، ودون أن ينقص من أجورهم شيء أبدا، أجورهم ثابتة، ولكن فضل الله عظيم يعطيهم ويعطيك جل وعلا. الأمر الرابع أو الهدف الرابع الذي ينبغي أن تنتبه له، ألا وهو أنك بطلبك للعلم تؤدي فرض كفاية. احرص على أن تؤدي فرض الكفاية. فروض الكفاية يعني الناس فيها على قسمين، أناس يحصلونها وأناس تفوت عليهم. أرأيتم الأذان؟ فرض كفاية، ما أخذ الأجر إلا الذي أذن. نحن صلينا ولم نؤذن، نال الأجر، الله يبارك له، صحيح؟ أخذ الأجر لأنه فرض كفاية أداه. طلب العلم فرض كفاية، خاصة عندما نقسم العلم إلى علمين، علم واجب على كل مسلم وعلم كفائي الذي هو غير الأمور التي تعبد الله تبارك وتعالى بها، علم الشرع المبذول، هذا فرض كفاية. إذا أخذته تكون قد أديت فرض كفاية، والذي يأتي بعدك إذا انتشر العلم وصار الناس يعني يتداول بينهم صار بالنسبة لهم سنة، وأنت بالنسبة لك فرض كفاية. خاصة كلما ابتعد الناس عن العلم كلما زاد أجر طلبته، كلما كان الناس بعيدين عن العلم كلما زاد أجر طلبة العلم في ذلك المقام الوقت. لماذا؟ لأن طلبهم فرض كفاية. وفرق عظيم بين من يؤدي فرض كفاية ومن يؤدي سنة. الآن هل أجر الفريضة نفس أجر السنة؟ لا أبدا، النافلة والفريضة أجرهما مختلف. هل الزكاة كالصدقة؟ هل صيام التطوع كصوم رمضان؟ هل حج الفريضة كحج النافلة؟ لا، يختلف. كذلك العلم طلبه إذا كان فرض كفاية غير لما يصير طلبه سنة مؤكدة. فاستشعر أنك تؤدي فرض كفاية، خاصة في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأزمان التي انصرفت فيها همم الناس إلى الدنيا، يحرصون على تحصيل الدنيا وجمعها والتعب عليها، وزهد الكثيرون في العلم وطلبه. جاء دورك، هذه فرصتك لتحصل فرض الكفاية وترفع الإثم عن الأمة. تصور أنت تكون سببا في رفع الإثم عن الأمة في طلبك لهذا العلم، لأن فرض الكفاية إذا لم يؤديه أحد أثم الجميع، جميع من بلغه وقدر عليه.
فأنت تؤدي فرض كفاية وترفع الإثم عن الأمة والحرج. الأمر الخامس أو الهدف الخامس هو أن توضع في لوحة الشرف. هناك لوحة شرف، هناك لوحة شرف يتمنى الكثيرون في عملهم أن يوضع اسمه في لوحة الشرف، أن تحرص على أن يكون اسمك في لوحة الشرف. هذه اللوحة تجمع مجموعة تسمى حماة الشريعة، فلتكن منهم، فلتكن من حماة شريعة الله تبارك وتعالى. عندما تكون من العلماء، عندما تكون من الدعاة، عندما يلجأ إليك الناس في أمور دينهم يستفتونك ويسترشدون برأيك ويهتدون بهديك، فتكون أنت من حماة الشريعة. إذا ذكر العلم ذكر فلان، فتكون تكون حاميا للشريعة. فإذا جاءت طائفة أو أفراد أو غير ذلك وطعنوا في شرع الله تبارك وتعالى، تصديت أنت لما وهبك الله وأعطاك من العلم سبحانه للرد عليهم والدفاع عن شريعة الله تبارك وتعالى، فتكون في مصاف أولئك المدافعين عن شريعة الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم جدا. الأمر الثالث أو الرابع، احنا قلنا الأمر الأول الإخلاص، الثاني التقوى، الثالث أن تعرف أهدافك في طلبك لهذا العلم، قلنا أنها خمسة أهداف. الأمر الرابع المثابرة. لا تحسبن العلم شهدا أنت آكله، لن تأكل الشهد حتى تلعق الصبر. يعني العلم يحتاج مثابرة في البداية، تتعب في البداية ثم ترتاح في النهاية، ترتاح. وأنا أضرب لكم مثالا خاصة وأنتم يعني على أبواب خير في العلم. التجويد الآن، الذي لا يحسن التجويد ولا يحسن القراءة الصحيحة لا يختلف عليه إمام عن إمام إلا بجمال الصوت، لكن عندما يتعلم التجويد ويتعلم أحكامه يختلف عليه الأمر، ويجد متعة عندما يصلي خلف إمام يجيد أحكامه التجويد، ويجد متعة عندما يقرأ هو التجويد. ثم بعد ذلك يصير التجويد يعني ما يحتاج يفكر فيه، يأتي تلقائيا خلاص تعود عليه. أصلا لو قلت له اقرأ بدون تجويد، اقرأ ومن يعمل، ما أستطيع، ما تأتي، ما تخرج، ما تخرج ومن يعمل، لا بد أقول ومن يعمل، ما تأتي، خلاص تعود اللسان. فطلب العلم في البداية يكون فيه شيء من الصعوبة، كما أن تعلم التجويد أو غيره من العلوم تجد فيه شيء من الصعوبة، لكن عندما يستمر الإنسان بعد ذلك يجد العلم حلوا وشهدا، يرتاح لطلبه ويفرح لتحصيله ويبحث عن الوقت ليصرفه فيه. وذلك لابد من المثابرة طلب العلم. هناك عوائق، عوائق تعيق الإنسان في البداية. أول هذه العوائق، ضعف الهمة. بعض الناس يبدأ يطلب العلم، والله الربع معاهم يلا نطلب العلم، لكن ما في تلك الهمة القوية، فمجرد أن يجد شيئا من الصعوبة يقول إيش لي بالطلايب، يبطل. وهذا يحصل كثير، إذا ترون أنتم أن بعض المشاريع الدعوية العلمية، شرح كتاب، دراسة مثلا علم معين من العلوم أو كذا، تجد في البداية العدد كبير بعدين يتناقص، لأن أصحاب الهمم الضعيفة لا يستطيعون المواصلة وهم يتفاوتون. واحد يحضر من أول درس يا والله صعب جدا، ويبي له مجابل ويبي له كذا وينسحب. الآخر يكمل أسبوعين، ثلاثة أسابيع، أربعة أسابيع، وذلك
بعض الذين يقيمون مثل هذه الدورات أو العلوم أو كذا يقول نبدأ بخمسمائة، أربعمائة، ثلاثمائة، إذا صفينا بخمسين هذا مكسب، مكسب. يتصور من ثلاثمائة يصفى خمسون، لا، يقول هذا مكسب. وهذا أمر طبيعي في الناس أن الهمم تكون ضعيفة، فلذلك الإنسان ينتبه لهذه القضية، وهي أن الهمة في البداية تكون ضعيفة، لابد أن تتعب شوي، يعني تغلب هذه الهمة، تصارعها. السبب الثاني لعدم المثابرة ضعف الفهم، وهذا أمر طبيعي، العلم هذا بالنسبة لك جديد، فاستيعابك سيكون بطيئا، وفهمك للمسائل كذلك تحتاج إلى دربة شوي 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 حتى تبدأ تستوعب. أتذكر عندما بدأت أستمع لأشرطة الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير، فكنت أسمع وهو سريع في شرحه رحمه الله تعالى، ما أفهم شيئا، ما أفهم، فأغلقته، شغلت شريط الثاني هادي شوية، أسمع على هدوء، أسمع مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، السابعة والثامنة صار طبيعي جدا، خلاص أنت استوعب وش يقول، خلاص فهمته الآن. ليش؟ تعودت الأذن. فطبيعي جدا الإنسان شيء جديد بالنسبة له أنه يكون الفهم صعبا، يكون يجد صعوبة في الفهم والإدراك، وهذا يسبب للكثيرين الانسحاب مبكرا، يقول ما فهمت شيئا. أصبر، أصبر حتى تفهم. وهنا يجب على المعلمين أنفسهم أن يراعوا هذه القضية، وذلك أن يبدأ ببطء ويسر وإعادة أكثر من مرة حتى يعني تستساغ المادة، ثم بعد ذلك يبدأ يسرع شيئا فشيئا. فأول شيء إذن عندنا ضعف الهمة، ثم ضعف الفهم. الأمر الثالث كثرة المشاغل، لأن عند مشاغل ثانية أولويات، خلينا نقول عند أولويات أخرى يقدمها على هذا العلم، لأنه بعد ما تلذذ بالعلم، فإذا وصل إلى مرحلة اللذة سيصير العلم هو أولوية، وتكون الأشغال الثانية ثانوية. لكن الآن ما زال طلب العلم ليس أولوية، لأنه ما وجد لذته، فيحتاج يصبر شوي حتى يجد لذة العلم. الأمر الرابع والخامس أنا نسيت الآن، هو أن الإنسان في هذه المرحلة في بداية الطلب النية تكون مشتتة، يعني ما جزم أنه يريد وجه الله 100%، يريد رفع الجهل عن نفسه، والذي ذكرناه قبل قليل. النية تكون بعد تو الناس، لأن خاصة إذا تو ملتزم فيحتاج شوي، فضعف النية وتشتتها يحمله أحيانا على التوقف وعدم الاستمرار. والأمر الخامس سوء الاختيار، أن لا يحسن اختيار المادة التي يتعلمها، فيبدأ بكبار العلم قبل صغاره، هو ما تعلم صغار العلم فيبدأ بالكبار مباشرة، هذا خطأ. إنسان يجب عليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لابد أن يبدأ بذلك. والإمام البخاري رحمه الله بوّب باب بصغار العلم قبل كباره، فالإنسان لا يبدأ بكبار العلم فيضيع. وإذا كان ينهى كثير من أهل العلم من قراءة المحلى مثلا ابتداء، يقول اقرأ غيره، وينهون عن قراءة مثلا المجموع النووي أو المغني لابن قدامة أو التمهيد لابن عبد البر، أكتب الفقه المقارن، ما يقرأه الإنسان ابتداء، وإنما يبدأ بفقه مثلا في مذهب من المذاهب، ويأخذ رسالة مختصرة
في هذا المثل، ثم شوي شوي ينتقل بعد ذلك حتى يتم. أما من البداية يذهب يبدأ فقه مقارن وأدلة وهذا يتعب ولن يحصل شيئا وسيمل غالبا، إلا من يسر الله له وأتم واستمر، هذا فضل الله يؤتي من يشاء. ولكن غالب الناس إذا بدأوا بكبار العلم قبل صغاره فإنهم يتوقفون بعد ذلك. كذا الأمور التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم، ألا وهي مسألة الوقت. احرص على الوقت، لا تضيع وقتك فيما لا يهم، فليكن وقتك ثمينا. الله أقسم بالوقت كما تعلمون جميعا، أقسم بالعصر والفجر والضحى سبحانه وتعالى، وأقسم بالليل والنهار جل وعلا. فالإنسان يحرص على وقته، والوقت كالسيف كما قالوا، إن لم تقطعه قطعك. فلابد الإنسان يحرص على وقته لينير به دربه في طلبه للعلم. ويقول بعضهم: الوقت أكثر ما حرصت أو ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيعه، يقول لولده. يعني تضيعون أوقاتكم في أشياء لا تهم ولا تفيد. ويذكر أن الشعبي أو شريح القاضي مر على أناس يلعبون، فقالوا: ماذا تفعلون؟ قال: نلعب. قال: لماذا؟ يعني لماذا تلعبون؟ قالوا: فرغنا، فارغين، ما عندنا شيء، فرغنا. قال: ما بهذا أمرتم، وإنما قال ربنا تبارك: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأنا لا أقول الإنسان لا يلعب ولا يمرح ولا، ولكن أيضا لا يجعل وقته كله لعبا، يعني يعطيه يعني شيئا من المرح، شيئا من الملح كما يقال للوقت، لكن الملح إذا زاد يفسد الطعام، لابد أن يعطى بقدر. كذلك من الأمور التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم أمر المروءة. تكون لك مروءة، يعني تحرص عليها، لا تخرم هذه المروءة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو أعلمت أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربت الماء إلا حارا. إلى هذه الدرجة، يقول: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي ما شربت الماء إلا حارا، مع أن شرب الماء البارد مباح، لكن يقول المروءة عندي، أن أحرص على المروءة لا تنخرم ولا تنثلم. ما يتكلم أحد في مروءتي، في أخلاقي، في ديني، في تصرفاتي. احرص، يعني الواحد يحرص على سمعته بين الناس. ومن ذلك علاقتك مع الله ومع الناس، أن تكون علاقتك مع الله حسنة وعلاقتك مع الناس حسنة. أما علاقتك مع الله فبالإخلاص والخشية والتقوى والبحث عن مرضات الله تبارك وتعالى، وأما مع الناس ففي بسط الوجه بالنسبة لطالب العلم. يعني لا يكون كما يقول بعض الناس من طالب العلم ما يضحكون، حتى قال لي بعضهم، قال مرة كنا في مجلس وضحكت، قال: ما شاء الله تضحك. قال: ليش شايفني؟ ليش ما أضحك؟ قال: لا يعني العادة ما تضحكون أنتم. قال: ليش ما نضحك؟ فيعني بسط الوجه مع الناس دون أن تنثلم المروءة، وهذه مسألة يجب الإنسان يكون حذرا فيها. يعني ما يصير أيضا هو اللي يضحكهم وهو اللي ينكت لهم وهو اللي مطنزة وهو اللي كذا، لا. ولا يصير أيضا دائما عابس الوجه، أبدا، ما طلب هذا أبدا، وإنما بسط الوجه. وإذاك يقول أهل العلم لما سئل بعضهم عن الأخلاق قالوا: بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، هذه الأخلاق، بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، هذه الأخلاق. فلا بد أن طالب العلم يبسط الوجه
ولا مانع أن يمازح، أن يمازح الآخرين، هذا لا بأس به. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كانت عنده هذه الصفة، كان يمزح ويحب المزح رحمه الله تعالى. فيذكرون عنه، وهذه تدخل في المزح وتدخل في حسن الظن. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان مريضا، فزاره تلميذه الربيع بن سليمان، زار الإمام الشافعي فقال له كلمة، قال له: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. يعني شافك أنت ضعيف يقوي ضعفك، تكون قويا تقوم بالسلامة. لكن مشكلة هذه الكلمة لها معنى آخر، قوى الله ضعفك، زاد الله ضعفك، تحتمل معنيين. فقال الربيع للشافعي: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. يعني ذهب الشافعي للمعنى الثاني، قال: لو قوى ضعفي لقتلني. فانتبه الربيع فقال: ما قصدت هذه يا إمام، يعني ما قصدت الأولى، وهي إيش؟ أذهب الله ضعفك، يعني أبدله، أبدل ضعفك قوة. قال: ما قصدت هذا يا إمام. انظر إلى كلام الشافعي، قال: أدري أنك ما قصدته، والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد. وين إحسان الظن الآن عند الكثير من الناس؟ فلان ما في خير ليش؟ صار ما رد عليه السلام. طيب يمكن ما سمعك، يمكن ما شافك، يمكن كان مشغول البال، اعتذر له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. اعتذر له، لا ما رد عليه السلام، متكبر شايف نفسه، من يوم وصل لهذا، من يوم صار كذا، من يوم كذا ما صار يرد السلام ولا كذا. سوء الظن واردة، خطأ. إحسان الظن أمر واجب بإخوان المسلمين، خاصة بالصالحين. فلا بد إذن من الإحسان مع الله والإحسان مع الناس في المعاملة وغير ذلك من الأمور. كذلك أن ننتبه إلى قضية مهمة، ألا وهي عدم الجرأة في الفتوى أو الكلام وحب التصدر وغير ذلك من الأمور. لا نحرص عليها، لا نحرص على الفتوى وعلى التصدر. نتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نتذكر، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإنسان يمسك لسانه عن الفتوى وعن الجرأة بها، ولا يحرص على أن يكون أول من يتكلم حتى لو كان عنده علم في المسألة، طالما أن السؤال لم يوجه له مباشرة. بعض الناس لا يوجه له السؤال فيسارع لأنه يعرف الجواب، قد يكون يعني حسن النية ولكن لا يكفي هذا، لأن الناس لن تقل حسن النية، الناس راح تقول ملقوف. فأنت لماذا تضع نفسك في مثل هذا الموضع؟ الإنسان يتريث ويصبر وينتظر، يتمهل لعل غيره يفتي به. يعني لما سأل رجل عبد الله بن عباس عن مسألة، فقال له ابن عباس: هذا أبو هريرة، اذهب إليه فاسأله. فذهب إلى أبي هريرة فسأله، فقال أبو هريرة: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، اذهب إليه فاسأله. فذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله فأجابه، فرجع إلى أبي هريرة وقال: أجابني بكذا، قال: لا أعلم إلا هذا. ورجع إلى ابن عباس فقال: قال: لا أعلم إلا هذا. إذن أبو هريرة يعلم وابن عباس يعلم، ولكنهما أدبا حولاه إلى مليء،
فابن عباس حوله إلى مليء، وهو أبو هريرة، وأبو هريرة حوله إلى مليء، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا لا يعيب الإنسان، ولا يعيب الإنسان يستعجل. أبو الهياج الأسدي يقول: إن أحدكم يتكلم بالمسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. عمر ما يستعجل بها، يجمع لها أهل بدر حتى يستشيرهم، لأن القضية ليست قضية تفتيني الآن حياة وموت، لا، ليست هكذا القضية. فلا يستعجل الإنسان ويحرص على أن يتصدر أو أنه يفتي أو أنه حتى في النقل، حتى في نقل كلام الغير لا يجعله له، لا ينسبه لنفسه. طالما أنك لم تبحث في المسألة ولم تقرأ فيها، لا تقل الجواب كذا، قل فلان يقول جواب كذا. وما أجمل ذلك العنوان الذي جعله ابن القيم رحمه الله على كتابه: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ويهيب في هذا الكتاب من الفتوى، يقول لك باختصار: أنت تتكلم عن رب العالمين، أنت تقول هذا دين الله. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بريدة كما صحيح مسلم، وقال له: فإنهم طلبوا منك أن تعطيهم عهد الله ومثال، فلا تعطيهم عهد الله ومثال، ولكن أعطهم عهدك وعهد أصحابك، فإنك إن تخفر عهدك أهون من أن تخفر عهد الله سبحانه. وإن سألوك حكم الله فلا تعطيهم حكم الله، ولكن أعطهم حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله أو لا. فطالب العلم أو المستفتى عندما يسأل في مسألة هو يقال عنه موقع عن رب العالمين، أنت تتكلم باسم الله تبارك وتعالى، تقول يعني هذا قول الله، هذا رأي الله سبحانه وتعالى. فهذه القضية يعني مهمة جدا. وحتى لا أطيل عليكم أختم بهذه، ألا وهي التثبت. التثبت سواء في السماع أو في نقل الأخبار، عندما يأتيك أحد بخبر تريث في قبوله، لا تكذبه ولكن تريث في قبوله واعتقاده وترتيب ما عليه من أمور. وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ وتريث في نشره، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لو لم تحدث إلا بما تسمع لكذبت كثيرا. معنى هذا إيش؟ أن كثيرا مما تسمع كذب، هذا معناه واضح. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. إذن أكثر كثير من الذي تسمع كذب، فإياك إياك أن تكون يعني ببغاء يصلك ثم تنقله إلى غيرك، لست ملزما بذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من طلاب العلم ومحصليه المريدين به وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وتزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كيف يمكن الجمع بين طلب العلم وصلة الأرحام وقضاء حوائج الوالدين؟ في ظني أن صلة الرحم وقضاء حوائج الوالدين هذه من الأشياء المعينة على طلب العلم. إذا علمنا أن طلب العلم ليس هو في قضاء الوقت فقط، وإنما فهم يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد، فهم إذا هبة من الله تبارك وتعالى، وكلما كنت على تقوى من الله كلما أعطاك الله سبحانه وتعالى. تذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالله رتب هذا على المطيع. فالإنسان بالعكس إذا كان تقيا بارا بوالديه واصل لرحمه، فإن الله تبارك وتعالى يفتح له أبواب العلم ويبارك له في الوقت سبحانه وتعالى.
ولكن أيضا يعني الإنسان يعني نفرق بين قضيتين، قضية صلة الرحم بين تضييع الأوقات مع الأرحام. صلة الرحم ليست هي في أن كل ليلة الدوانية مع الأهل، وهذا هذه ما هي صلة رحم، يعني أقصد الأرحام، هذه ما صلة رحم، يعني يكون فيها أولا يعني مراعاة حاجياتهم إذا كانوا محتاجين، مشاركتهم في أفراحهم في أحزانهم، زيارتهم، الإهداء لهم، لكن ليس على حساب أشياء أخرى. وكذا بر الوالدين، من برك بوالديك أن تطلب العلم، هذا من برك بوالديك أن تطلب العلم فيشفعك الله تبارك وتعالى بهما. فالقصد أنه لا تعارض بين بر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم. ما صغار العلم وما مفهوم السلفية باختصار؟ صغار العلم اللي هي الأبواب البسيطة في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وهكذا، أن يبدأ صغار العلم. كبار العلم يدخل في أمهات الكتب وفي الخلافات وفي الأدلة والردود والمناقشات والفقه المقارن، هذا كبار العلم. فصغار العلم الإنسان يبدأ بمذهب مثلا في الفقه، يبدأ بكتيب في العقيدة، يبدأ كذلك في الحديث في 40 نووية أو عمدة الأحكام، أو في المصطلح يبدأ بالتيسير أو الموقظة وهكذا. المهم أنه يبدأ بالكتب المبسطة الصغيرة في الاعتقاد، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في الفرائض وهكذا. كبار العلم اللي هي مسائل الخلافية وأمهات الكتب وقالوا وقلنا، وهذا هذه بعدين، هذه تؤخذ بعد ذلك. فهذا بالنسبة لصغار العلم وكباره. مفهوم السلفية باختصار، مفهوم السلفية باختصار هي الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، هذا باختصار. إنسان يعظم الكتاب، يعظم السنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، هذه هي السلفية، الاتباع، اتباع هذا المنهج المبارك. هكذا يكون الإنسان قد سلك المنهج السلفي إن شاء الله تعالى. هل من الأولى تقديم طلب العلم على الزواج؟ نعم، الزواج قد يشغل، خاصة في بدايته قد يشغل الإنسان عن طلب العلم، وليس بالضرورة أنه دائما يشغل، لكن الزواج أيضا يعني يعطي الإنسان نوع من الطمأنينة والراحة حتى يبدأ بطلب العلم. فلا أظن أن الزواج يعارض، لأن الذي أمر بطلب العلم هو الذي أمر بالزواج صلوات ربي وسلامه عليه، فلا تعارض بين الأمرين. لكن في بدايته نعم قد يشغل عن طلب العلم، لكن يسر الله لك امرأة صالحة تحثك على طلب العلم وتطلب معك العلم، ستكون أعلم منك، مشكلة هذه. دائما أنا حدثني أحدهم يقول عندي زوجتي أعلم مني، كل ما ناقشتها بشيء غلبتني، يقول مو حلوة، يقول مو يعني هي مو حلوة، يعني مو حلوة تغلبني، يقول والزوج وهذا. فالقصد أن يعني بالعكس، أنا أتصور إذا كانت المرأة صالحة وكذا تعينك على طلب العلم إن شاء الله تعالى. كيف يتعامل طالب العلم بالخلافات العصرية خاصة بين كبار العلماء المعاصرين؟ أنا لا أتصور أن هناك خلافات كبيرة بين علماء كبار العلماء، لا أتصور هذا. لكن تقول لي خلافات بين العلماء وطلبة العلم، أو بين علماء الذين على السنة والعلماء الذين ليسوا على السنة، يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض العلماء: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا الزكاة. يعني فيهم ذكاء لكن ما فيهم زكاة النفس، ما فيهم التقوى، ما فيهم الدين.
من يرجع إلى ترجمة أحد العلماء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لأحد العلماء اسمه سليمان بن داود الشاذكوني. سليمان بن داود الشاذكوني لما ترجم له الإمام الذهبي قال: العالم الحافظ المتقن الكذاب. نزلة صعبة. يقول هو عالم وحافظ ومتقن لكن مبتلى بالكذب، كذاب. فليس بالضرورة أن يكون العالم تقيا. وإذا قلنا قبل قليل أول من تسعر فيهم النار ثلاثة ومنهم عالم، منهم عالم. فقضية العلماء المعاصرين أن الإنسان يجد بينهم خلافات، لن تجد خلافات بين العلماء المعاصرين في أمور الاعتقاد وأمور المنهجية أبدا، إلا أن يكون أحدهم عنده انحراف في هذه المسائل، لأن مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج هذه لا يمكن يختلف فيها العلماء الكبار أبدا الذين هم على السنة وعلى المنهج، وإنما يكون هناك أناس علماء لكنهم منحرفون عن السنة. نعم قد تجد عندهم بعض هذه الأشياء. الأمر الثاني وهو أنه عندك الكتاب والسنة هما الفيصل، والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان وقع خلاف بين العلماء خاصة مسائل يعني التي لا تمس العقيدة ولا تمس المنهج، وإنما تكون في مسائل الفقه أو الاعتقاد التي لا تمس المنهج أو غير ذلك من الأمور، تذهب إلى من تثق بدينه وعلمه وورعه ثم تسأله، ولا مانع أن تطرح عليه الخلاف، تقول: طيب فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، أخذ بقول من؟ أخذ بقول فلان. لماذا أخذ بقول فلان ولماذا لا أخذ؟ يشرح لك، يشرح لك. فتذهب إلى من تثق بدينه وعلمه وورعه فيبين لك الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا طرق الخير وأهمها طريق العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.